السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار مولوع. إخواني الأعزاء، في هذه الحلقة هذه استضفنا واحد المولوع اللي هو عزيز عليكم بزاف واللي الجميع كيعرفوا. إخواني الأعزاء، اليوم غادي نعرفوا حوايج أخرى على هذا المولوع هذا، وغادي نعرفوا قصته مع طبيعة الطيور، وغادي نعرفوا كيف يعني تطور المستوى ديالو فيما في تخصص تغيير الحسون ليمبيو. فالإخوان تفضلوا معايا ونستمعوا جميع لقصة هذا المولوع، وشكرا. السلام عليكم خويا مهاد. اهلا بوعد، كي داير بخير؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ صحه بخير الحمد لله. كاميرا شاهد على الكاميرا اليوم حصلتي. مرحبا اليوم حصلت. مرحبا بخير. ديما كتسلت واليوم حصلتي. كنت من الموالي اللي كان خويا علي. نعم، كون ما كنتيش في واحد المكانه. نعم سي، اللي ربما جميع الموالي كيعرفوا المكانه ديالك عندي. بارك الله. ربما ما كنتش نقبل انت، ربما درتي ليا بحال واحد البيت واحد الكامل. انا جاي عندك على اساس اسئله اخرى، واستغليتي هذه الفرصه ديال رمضان وسديت عليك الباب. والحاجه الوحيده اللي غادي تخليني انا ندير معك هذه الحلقه، وكتعرفني انا المقلب ديالي. نعم، لا انسان ما عزيزش عليا بزاف، نهضر على نهضر على الهوايه. نعم، ولكن لانه شفت يعني اللي ماشي لي كومونتي ولا الرسائل ديال الاخوان اللي طالبوك بهذا. كاينه علاش نقول لك انا احتراما للمتتبعين ديالك. نعم، راس عيطوا ليا، كيعيطوا ليا احتراما للجميع الموالي اللي باغيين يعرفوا واحد الجانب من. ايوا سيدي، حصلتي اليوم ما عندك ما دير. مرحبا بك مره اخرى على قناه علي تي في في برنامج مسار مولوع. مرحبا خويا علي. مسار مولوع، انت كتعرف لو سكريبت ديال البرنامج، انه هو كنا تنستضيف فيه واحد المولوع اللي عنده واحد كما كيقولوا واحد التاريخ ديال الولاعه، وواحد المستوى كما كيبغي يكون المستوى ديالو، كيكون عنده تاريخ ديال الولاعه بصفه عامه، رصيد ديالو داكشي. اذا خويا مراد، انت كما قلتي من الناس اللي كيطلبوهم لي فان ديالك، الناس اللي كتعرف. كلمة فان راه كبيرة عليا خويا. شوف شتي، لا عندك واحد وطالبك كنسميه فان معجب. مشكل. مرحبا مرحبا مرحبا. أولا وقبل كل شيء، قبل ما ندخل في مواضيع، بطاقة تعريف ديال مراد المعارف. ومراد المعارف أولا فهو لقب ديال الولاعة. نعم، الاسم ديالي الحقيقي هو مراد خالد. نعم، مراد المعارف، لان نسبه بزاف ديال المواليع ديال الهوات كان عندنا بزاف ديال الاخوان الاسماء ديالهم مطابقه للاسم ديالي، واش كيميزوني على الناس خويا كانوا كيناديوني بمراد المعارف. وهاد التسميه عطاتني خاصه في الحقبه ديال 2005 2006 انت حاضر معايا السعدي في اطار اللي بدينا نشطوا جمعويا في حي المعارف. نعم، فمراد المعارف، وأتكلم اليوم كمراد المعارف. نعم، مراد المعارف واحد إنسان عادي، يعني مغربي مزداد في مدينة الدار البيضاء، متزوج وأب لثلاث أبناء، جوج بنيات واحد. الله يخليهم لي. أمين أخويا. الله يعزز عليه بناتك. الله يصلح جميع أولاد المسلمين. يا رب أمين. التكوين ديالي أنا عندي ليسونس في إدارة الشركات. تبارك الله. مسير شركة لمدة واحد 25 سنة. تبارك الله، الله يسخر. أمين أخويا علي. ومهتم بميدان الطيور، وخاصة ميدان الطائر الحسون، بالإضافة إلى بعض الهوايات الأخرى. قلنا الناس اللي كيعرفوا بأنني من يعني الناس اللي مشاو بعيد في واحد الحقبة في ميدان
لي زار معصوف رياضه التيكواندو. اييه كنت كنس... لا كنت كنسمع في المعايف. كاين السي عبد الرحيم الله يذكره بخير. فاش يلاه جيت المعايف انا كنسمع مورا التيكواندو. مسجل في الهاتف ديالو مورا التيكواندو هادشي راه كنقول في 98. ولكن ما قضاليك التيكواندو معايا والو. لا غادي يقضي في الاخر. حاصل على حزام اسود من الدرجه الثانيه. كنت حكم فيه كنظن حيت شفت واحد الصوره ديالك. في التحكيم لا تقدمت للامتحان ديال التحكيم التيكواندو ولكن ما كملتش. ولكن شفتك مع الحكام. كنت عندي كنت كنسير واحد القاعه حي جوج مارس لمده واحد 6 ولا 7 ديال السنوات. نعم. اضافه الى التيكواندو فعندي واحد شويه ديال التاريخ كروي. تبارك الله. تشوفني بحال هكا راه كنلعب كره مزيان. اي باينه. كنلعب في لي جونيور ديال الرجاء البيضاوي جونيور ا مع محمد فاخر اللي كان فاشي في 87 88 شكون اللي كان معك هذيك الوقيته كان أيوة كان ريمي تبارك ريمي بعيد ريمي ديال هذا كان الذاكره بدات كتمشي علي ياك ريمي كان شنقول لك المهم هذيك البوموسيون على اي اذا خويا موعد مادام قلتي دابا التعريف وقلتي بان عندك هوايه ديالك هي تربيه الطيور بصفه خاصه الحسون ولكن دائما في الاول في الطفوله ديالنا ولا في البدايه ما كيكونش اختصاص اكيد ياك انا انت تفرجتي بزاف ديال الناس سمعتي لهم القصص ديالهم انا اليوم بغيتك تسمع الممالي والناس اللي كيعرفوك عبر المغرب والناس اللي كيعرفوك عبر لاباج فيسبوك سواء لي زالجيريان لي تونيزيان تماما بغيت نعرفهم قصة مراد مع طبيب عالم الطيور عالم الطيور كيفاش بدات عنده كأي طفل يعني مغربي ينتمي إلى مدينة كبرى بحال الميتروبول بحال الدار البيضاء واحد المسألة مهمة وأنا هواية الطيور عندي أنا في الصغر ديالي في الطفولة ديالي كانت واحد المسألة اللي كنت كنزاولها بالتخبية كما نقول علاش؟ الاب ديالي الله يرحمه الله يرحم جميع المسلمين كان لا يحبذ هذه الهوايه لو فيت انك يعني تسجن الطيور في 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 القفص شحال كان عندك بالسن ديالك والله بالضبط لا بروكسيماتيف ديال سبع سنين سبع سنين يعني الثمانينات انت دابا كتهضر تماما ولكن كان دائما باغي نربي الطيور ف يعني شنو درت انني باش نبين للوالد الله يرحمه انني ممتثل للاوامر ديالو انني طفل اللي هو منضبط جبت الحمام اييه بديت كنربيهم في السطح زعما راه الحمام راه كيطيروا ولكن في نفس الوقت الطعمه في نفس الوقت كان عندي طيور كنقول لك طيور ديك الساعه طيور كلها بيروش ولا كانار ولا مقرين يعني انا تزاديت في واحد الحي ديال شارع عبد المؤمن اللي هو حي المستشفيات أيه. كارتي دي زوبي هو قريب من درب غلف يتحسب على درب غلف هذاك الحي كنا كان باقي صغار انا واصدقاء ديال الحي كنا كنهودوا في الصباح بكري على السبعه السته ونص ديال الصباح كنهودوا للعماله فين كانوا الحمام وتما والله يسامحني كانت شويه الدنيا هذاك كنا كنهزوا الحمام من تما كناخذوا حمام جوج وما خفتيش يتابعوك العماله كانوا كيتابعونا سميتو كيتابعونا ماشي يتابعونا كاع حمام العماله كليتي الحمام مش كليتو عرفتي ليه كنا كنجيبو الذكر ونتو من تما انا خديت اول حمامات خديتهم من العامله كون ماك صريح اخويا وذاك لاكس ديال من شارع عبد المؤمن من حي المستشفيات الى العماله هو اللي اكتشفت فيه الطيور الاخرى اللي في مدينه قديمه بمراكش اي زق سموحه وسعيد عند الشاب الله يحموه عند غاب وغاب بابا احمد بابا احمد هذاك اللي عنده الحانوت كان عنده حانوت في الفويك هذاك هو اللي بلاني بالطيور داكو. باقي صغير انا ديك الساعه واخا واحد السؤال سؤال هذيك الحمامه كيفاش شديتيها في العماله؟ هذيك كنا كنديو كرتون ايه كنديروا لها مصيده عادي كرتون في العمل نيت في العام الصباح بكري في الحصه كنصوروا كنلوحوا لهم الخبز لان لا الخبز أيه. كنفرتت الخبز وكنديه معايا في خنيشه انا والاصدقاء ديالي كنديروا كرتونه الاصدقاء نسيتي سميتهم كاين بزاف كاين مراد اللداوي دابا راه تبارك الله راه في الولايات المتحده الامريكيه صديق الطفوله والى يومنا هذا باقي كنتواصل معاه مده واحد 40 سنه هذاك ربما ماشي صديق ولكن اخ
كانوا بزاف ديال الاصدقاء كنديروا كرتونه وكنديروا واحد كنهزوا واحد شويه كنديروا واحد العود واحد السرن واحد خيط كنديروا فيه الخبز الحمامات مساكن لا نيت كنجبدوا الخيط دونك كتشد حمامه جوج ديك الساعه ما كانش باقي صغير ما عرفش نذكر منتو داكور بارفوا هذيك العناء وداك التماره صح تم غادي بهم كتلقاهم بينهم جوج كره ولا جوج نتاوي يعني واحد دونك من هذيك تعلم من هذيك دقات كما كنقولوا حنا بالدارجه دقات الشوكه ديال الطيور مع عالم الكائنات اللي كانت الحيه كطير و بنفس الوقت بديتي لا في نفس الوقت في نفس الوقت انا ربما سبقت لك الاحداث لان كيفاش غنكتشف طائر الحسون ايه طيور الطيور هذيك الساعه كنعرفها كنعرف بيروش كنعرف كنار كنار كان غالي اللي عنده كنار كان البيروش المقني كانوا رخاص لا بصح المقني كانت غير بخمسة دراهم ثلاثة دراهم انا فايت شريت بصح مقني بخمسة دراهم من باب مراكش فكنا كنمشيو لباب مراكش سعيد كنمشيو لعند باب احمد ندخلوا عنده سبحان الله باب احمد هذاك السيد الله يرحمه ويوسع عليه كندير واحد المساله غريبه جدا اللي ما بقاتش لحد الان شنو هي ندير واحد السجنه هو عباره عن السجنات المحاليه والسجنات اللي لتحت اللي يحطوهم بيروش اييه علي من هو جا علي حضر عطار الشوكه اييه في الشوكه بالضبط والفوق دير واحد المسرح كبير اش دير فيه دير فيه الجوج كاينه والله الا كاينه قسما بالله باش كتسال الجوج اش بغاه ديروا فحالنا حنا اللي مصدعين لي راسو باغي يطير طير هاك طير جوج ديالك راه درهم جوج دراهم بزاف كنت انا كنمشي كتعزيز عليه كنمشي وكنريح علاش لانه في نفس هذاك الحي باب المارشي سنترال ديال باب مراكش كنت كنرافق الوالدين الله يرحمه كل يوم الاحد كان الطقوس هذيك يوم الاحد ضروري خصني نمشي معاه للسوق المارشي وكنت واحد المره دايزين من تمايا وانا يعني باب احمد واقف في المحل وشافني وقلبت عليه والوليد لاحظ هذا المسكين والوليد بابا الوليد كان قبيح ماشي قبيح ولكن كان مزير كان يعني داكشي ديال الميليتير ما كاينش شافو كيشوف فيا وهذا قال لي هذاك السيد قلت لي هذا شريت من عنده حمامه واحد النهار ومشى باش بغى يسلم عليه سلم عليه وهذا هذا من تما تكونت واحد العلاقه ما بيني وما بين باب احمد وليت فين ما كنمشي عنده كيشوف دائما الصوره ديال الوالد داكشي كنبقى جالس معاه بعض الفترات في المحل السبت في العشيه ولا الحد في العشيه كنمشي كنريح معاه في المحل كنبقى مريح لدرجه انه قبل ما يتوفى كنت بديت كنسولو هادشي راه بديت كنكبر ماشي جبد ليا واحد تكون شي 14 15 جبد ليا بعض الصور ديال اول جمعيه تكونت في المغرب في عهد الاستعمار تبارك الله وراني هو الصويره ديالو مجموعه من ما عقلتش على الفرنسيين السميه ديال السميه ديال الجمعيه لا ما عقلتيش عليها ولكن الصوره باقا بين عينيك باقا بين عينيك دي فرونسي يعني اوروبيين ودايرين جمعيه ما عرفتش واش عندها علاقه ما نظنش ان عندها علاقه لهذاك الشيء قديم حيت كاين واحد الجمعيه تكونت من بعد كانوا فيها فرنسيين ومغاربه ولكن ما نظنش عندها علاقه بها هذيك الجمعيه كانت يعني ربما في الخمسينات ولا اكثر حتى في الربعينات وكانوا يعني باش نوريك لو دوغري ديال كيفاش السيد بديت كان اذا من هذه هي الانطلاقه ديالك ديتي كتشري الطيور اشري الطيور من تما غنتعرف على روبير الله يرحمه على الشاب الناجي الله يرحمه جميعا وهنا فين عندك هذه بديت كتشري تما بدات المقنين عندي بدات المقنين عندي من الكاجو ديال باب مراكش دونك ماشي من الطبيعه ماشي من الطبيعه ماشي من شي واحد العائله لا ماشي من القريه من باب مراكش من الكاجو ديال روبي الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه حتى هو توفى الله يرحمه توفى مسكين اذا هذيك هي الانطلاقه ديالك مع الطيور شريتي المقنين شريت المقنين كيفاش دخلتي للدار بأسير انا دابا كنا في حي درب غلف في حي شارع عبد المؤمن اللي مقابل حي درب غلف كنا ساكنين في واحد المنزل اللي فيه السطح كاين واحد البيت ديال السطح وهذاك البيت ديال السطح ما كيطلعش ليه الوريد عندك الزهر نهائي فكنت كنربي الحمام في السطح وميم طون دير في الفوصة ديال دير واحد القفيز مقنين واحد صافي قيل لا داك الشيء ثلاثة ولا موجود الخير البيروش السبريس اي فرخ كنديرو في القفز وكنجيو ماشي نحفظ فيه ولكن كنربي كطبيه وصافي حاطو اذا ديك المهم ديك الساعة انت مواد صغير 14 ans
بادي عندك كما كنقولوا حنا الولاعه او البليه ديال الطيور. اذا بقيتي كتخدام في هذا الشكل شريحه في قفص عشوائي علق ولكن انا ما عرفتش واش خص الله فيا ولا يعني عندي مساله ديال الملاحظه. كيفاش الملاحظه؟ يعني لا لا فورس دوبسيرفاسيون. انا كان في هذه القضيه كنبقى نلاحظ اي حاجه كنبقى نلاحظها كندقق فيها ومن ثم تكونت عندي هذه الغريزه ماشي غريزه ولكن هذه الخاصيه ديال الملاحظه ديال الكائن الحي كيفاش كيعيش. ربما هذه القضيه فيها حتى نقدر اي واحد نبقى نشوف فيه كنحاول نفهمه اناليزيه من ثم بدات عندي الاناليز. ان اكزومبل فهذوك الطيور اللي عندك فهذوك مثلا ما غاديش نقدر دابا نتفكر لك شي حاجه اللي الملاحظه ديال هذا ولكن من بين الامور اللي كانت هذا هو التغريد. فما كنتش كنفهم علاش البيروش ما كيغردش. دونك السؤال اللي كان عندك البيروش ما كيغردش. هما كلهم كيغردوا. وهما كلهم كيغردوا. ماشي كلهم الجوج ما كيجوج ولا ولكن علاش المقنين مثلا عندها هذا القانون عندها ميلوديو. دونك تما بدات المقنين من هذه الملاحظه ديال التغريد انا ديتيكتيت واخا البيروش فيه اللوام كيولد بزاف كياكل بزاف كيهلك بنادم ولكن يصوفك تصوفيه بالخبز. ما ديك الساعه كان الماكله رخيصه ولكن كطفل صغير وما عنديش الوالد ما كيقدرش يقول لي عطيني فلوس باش نشري هذاك الشيء. ف التغريد تما الملاحظه ديال التغريد بدات عندي من منين كانوا عندي طيور مختلفه في ليلفاج ديالي. ثم مشيت مع الكامار ومع المقنية. دونك حيتي بيروش بدا كيتكلميني هذاك الشيء هو لاسباب اقتصاديه بدا كان كيخسر ليا كياكل ليا القفوزه هو. دونك بقات القضيه ديال المقنين والكناري هما اللي بقاو عندك هما اللي بقاو. اذا جلبك كما قلتي التغريد ديال المقنين. حنا ما غنهضروش كاع على الكناري ولكن جلبك التغريد ديال المقنين ديك الساعه جلبك ولكن انت راه كنقول لك باش من ديما الثمانينات كنظن بدايه ديال الثمانينات. اذا ديك الساعه هذاك التغريد واش كنتي كتفهمو ولا ما كنتيش نهائيا؟ علاش كنقولوا دابا داكشي الهوايه ضروري تشاركها مع صحاب الاصدقاء. اللي كتمشي عند صاحبي كتقول لي راه عندي واحد السطيله كنقول لك السطيله ما كانش بغي السطيله كتسرسر كتسرح كتسكتش كتسرح. دونك في هذه اللحظه هذه بداو بديت كتعرف على ضيوف اخرين بيان سير لان ملي كتمشي مثلا لباب مراكش كتلقى معاهم راه كتولي مشتاق انك تمشي عند الاخوان الله يرحمهم مثلا روبال ولا الشهب وكتبغي دوز الماكسيموم ديال الوقت تما تجي غتشري وتمشي ولكن كدير بعض المسائل باش تبقى مطول باش تسمع الناس لونتوغاج اللونغاج اللي كيدور اللي كيدور راه من تما بديت كنلتقط الكلمات كنقولوا لي موكلي ديال هاد الهوايه ديال الهوايه هذا كيسرح هذه والتعادد داكشي بالنسبه لي انا ما كنفهموش وما بدلش مجهود باش نفهمو ديك الساعه. المهم كنتي تسمعها وكتلتقطها كتلتقطها والاصدقاء اللي ولاو معك في هاد ولاد ولاد معايف ولاد بغلاف ولاد سبان ديك الساعه نزولت هاد الهوايه سوليتير الاخوان الاخرين مشاو معايا في نطاق الحمام داكور. اما الطيور صراحه بديتها سوليتير يعني ما كانش عندي كونتاكت بزاف مع كيما نقولوا الموالي نهائيا بار البيعه والشرايه. داكور البيعه والشرايه هما اللي كانوا كونتاكت مع في هذيك اللحظه. خويا مراد قلتي كانت عندك واحد الملاحظه في التغريد بمجرد ان كتدخل واحد ثلاثه مقانن ولا اربعه الكره اذا كنتي ربما كتختار واحد فيهم اللي مزيان حسب التغريد ولا ما كانش عندك فكره على ان الطير كيدخل البداله والطير كيمراض الطير كتجي ينكد كيموتوا بزاف. دونك حنا بعض الخطرات كتجيب طائر ديال السطيله نهضر بالسطيله انك تهضر في هذيك الحقبه كيدوز عندك نهار وكيموت كيموت ساهل كاين نص نهار يمشي بحال الصداع عاوتاني خصك تمشي تشري واحد اخر وهذا حتى كيصدق لك. فكانت معاناه كبيره بصح كبيره باش تحافظ على الطائر دوز عندك غير سيمانه ولا شهر انتصار كبير شحال خايبه ملي كيجي تفيق وتلقاه ميت هذيك واخا. وبالنسبه للصيده في هذاك لاج في هذيك لابيريود لا ما كايناش الصيده ما غادي نكتشفها حتى ماشي غنكتشفها ما غادي نمارسها حتى 96 يعني حتى صافي حتى دخلتي مع اذا في هذه اللحظه خويا مراد امتى مراد خرج للميدان ديال هاد المقنين بشويه ديال العرف
لان ما غاديش تبقى ديما في 14 عام ربما 18 19 ولا انقطعتي. لا هاد الحقبه هذه ديال مراد المعارف له علاقه عاديه عشوائيه مع الطيور دامت مده طويله تقريبا يعني حتى نقولوا حتى البدايه ديال التسعينات 91 92 93 تما ديك الساعه كانت لاج ديالي ما سي با 26 عام ولا 25 عام ف تحولنا من داك الحي وجينا سكننا في حي السيال حي السيال حي السيال كانت الثانوية اللي غادي نقرا فيها كانت توجد في حي درب غلف سيتي بلاطو إيه؟ حي البطحة سيتي بلاطو راه كلشي كيعرفو انا نعتبر بان وفي سيتي بلاطو في الوقيته تما فين بدات الممارسه ديالي لكره القدم بديت كنلعب كره بزاف مع ولاد الحي بلاطو واللي الجميل جدا هو الاخوان اللي كنت كنشارك معهم هذه الهوايه كره القدم ومن دون كانوا هواه ديال الطائر الحسن ما عقلتيش على السميه انا نذكر لك منهم باقي الاصدقاء ديالنا الى حد الان بزاف هما بحال حسن الزهري حسن الزهري عفوا خونا وحبيبنا الله يذكو بخير هو كان بين الناس اللي عرفوني بعض الاصدقاء اخرين في حي البلاطو احمد بوسيفان زيد مراد فيلالي زيد مراد ديالنا اييه مراد الرئيس مراد اللي عرفتو في جواد الله يرحمه عبد الهادي جابير اييه الله يذكو بخير الامام ديالنا هاد ربعه ديال الناس بوسيفان مراد الفيلالي هادو دابا دونك هادو يوسف اللي كان في ساراغوسا هادو كلهم ولاد حي البطحه هادو دابا هما اللي غيخليو مراد غادي يشوف المقنين بواحد صوره اخرى تمام يعني واحد الصوره فيها سبيسياليتي تمام اشنو داو لك هاد الاخوان هادو اولا بحكم انهم كانوا اصدقاء ديالي ونعاود لك واحد القضيه وقعت لي مع حسن ومع عبد الهادي جابر أيه؟ انا عبد الهادي جابر هو اللي غادي اوريونطيني مزيان باقي ما وصلناش لديك الحقبه دابا حنا في هذه اللحظه هاد الاوريونطاسيون بقات غير بحكم انهم اصدقاء ديالي كنت كنمشي عندهم وكيجيو عندي واحد النهار وانا نعرض عليهم يجيو عندي للدار في السيال اييه على اساس غيجيو يتولعوا معايا بين قوسين وانا فرحت بنت كبير بغيت تبوم وعبد الهادي جابير الله يذكره بخير الى شاف هذه الحلقه راه غادي يموت الله يشوفها كيتسلاها كلشي وغادي يقول لي الشهور اللي حس بيه نهار جا هادي ما عمرو قلته لي ايوا ولا هو ولا حسن عرضت عليهم يجيو عندي وما كيقولوا ما عندهم الطيور وداك الشيء وحتى انايا حتى عندك حتى وانا عاد فهمت بان في العرف ديال الولاعه انك المفهوم ديال اجي تولع معايا نمشي نتولع معاك ما كانش بان لينا كاع ما كنعرفوش وانا ديك الساعه عرضت عليهم يجيو عندي قبل ما يجيو عندي قادي الله يعطيك العافيه فوزا قلتهم هذا وستفت الفراغ حيت كانت عندي البيت اللي كان عندي كان نعس فيه وداك الشيء عندي بحال واحد مريح اون بلان الهواء ومشمش وانا نستف هذوك الفراخ ديالي كاملين المشكله هو ان استفت حطيت مقنين حطيت سمريس عندي كنار وما عادش يطير واحد اخر زعما جينا يتولوا معايا المالي طب غير الشعلي ساعه المهم جاو عندي طلعنا ديك البلاصه ديالي ريحنا مع الطلعه وجابير عبد الهادي جابير كان ديك الساعة فاهم شنو هي الكوبيا شنو هي الولاعة كي يعني عنده الاخوان في المعارف وهذا مع الطلعة شاف السمريس مع المقنين وشاف الكنار مع المقنين وقعت لي واحد الصدمة حسيت بها انايا انا كنتسناهم ما يشوفوا داك الشيء غيفرحوا هذا شاف داك الشيء هذا يعني تما حسيت بانه داير انا شي حاجة ماشي هي هذه هو قال لي لمح عليا ماشي خسروا لي وهذا لمح عليا قال لي هذا وحاول تبعد هذا على هذا ومن ثم فهمت بان كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه اخرى يعني واحد المرحله اخرى مرحله اخرى اللي غتدخل ليها دابا دونك هذه المرحله هذه خلاتك تعيق في شي حاجه دونك غادي تولي عندك احتكاك بناس اخرين لا بقيت تابع هذاك جابير تابع انت تبقيتي لاصق ليها في الايمان انا الانسان اللي كينبشني كتبعو كنبقى تابع داكو مشيتي في الاولى نتبعك داكو واخا جابير ملي بديتي تتابعو صدعت لي درت لي صدعتي لي راسو شدني انا عرفت كيف بغيتي تمشي لا باقي
لا بغيتي تشوف لي كيفاش غنزيد عاوتاني الطرون بلان لان واحد كاين واحد الطرون بلان هو جابير هو جابير ولكن واش هاد جابير عطاك واحد المفهوم اللي ديال التغريد انه كاين واحد التغريد ولا كاين انواع ديال التغريد ديال المقنين قال لي راه كاينه الكوبيه كاينه الكوبيه كوبيه راه ما عندها حتى علاقه بهذا الكلام هذا الكلام راه خلوي والسمريسه ما خصوش يسمع هذا والكامار ما خصوش يسمع هذا دابا هذاك الشيء عندك جديد انت مفهوم غريب اش كيقول هذا وانا بالنسبه انا واحد القضيه السيالي بالمسيه فيا انا ديما شي حاجه كنبغي نمشي فيها حتى الاخر دونك فواحد المرحله انت غتكون نقصتيها هي ديال المفهوم او الودانيه الودانيه دونك هذه المرحله ما سمعتيهاش لا ما سمعتهاش لا ما سمعتهاش لان هذوك الفرق ديك لا بيريود ديك لا بيريود كنقول لك راه من الثمانينات من ماشي ما سمعتهاش بودنك لا ماشي لا سمعت الطيور الخلويه الخلويه سمعت ديك الساعه راه وداني ايوا ولكن انا كنهضر معك على كمفهوم مع ناس اللي كيديروا واحد سبيسياليتي ذاك الوقت عندهم الطيور كيفهموهم مزيان كيقول هذا وداني هذا فين ديزابي نقيين ديك الساعه باقي ما كنفهم والو انت عندك غير مقنين كتغني خلويه لا في هذيك الوقيته ديال نقول لك 91 اوتوماتيكمون لو ترون بلان ديالك هو جابير من السمع الاول اوب الكوبيه بديتي كتاخذ واحد المفهوم داك يقول لي راه كاين اذا هاد الحقبه هادي هي اللي غنعتبرها ان مراد داز ديريكتومون الكوبيه بمساعده سميتو جابير هاد الحقبه كيفاش جابير والاخوان كاملين لا ولكن حنا كنهضروا دابا على جابير هو السبب لو ترون بلان كيفاش جابير وصلك لهاد الناس دابا جابير هو كان عندي مع هي صداقه ديال المسجد اييه عرفوا بهذه القضيه بالاضافه الى انه كان كيسكن في الحي المطحه حي البلاطو وصديق ديال الاصدقاء ديالي فكنا كنمشيو عنده للمسجد يعني تعرفنا في المسجد جابير غادي يخليني انني نتقرب اكثر من حمد بوسيفان حمد بوسيفان عنده دور كبير حتى هو في حل عيني هو الاول اللي كيفاش اللي عطاني ربما كنظن هو اللي عطاني اول هجين ولد يا خانتني الذاكره ما عرفت واش حمد بديتي كتشرف ما تكلمش على راسك بدينا كنشرف زين ما عليناش ولكن اول تجربه لي باش نروي لي اونكادراني هو بوسيفان وحسن بوسيفان وحسن عطاو كاسيت عطاوني كاسيطة وانا ما كنتش عارف هالي بوب ما عارف والو فيها كاسيطة كانت خليط من نقدر دابا نقول لك وباقى عندي هاد لاكاسيط ليومين هذا تحتفظ عليها باقى عندي فخليط من الكلام ديال الريتم ديال السبتة وكلام ديال الريتم مالاك مخلط ولكن انت ما فاهم كتعرف ما فاهم والو هذيك الساعة كتعرف واحد كيجي يبغي يروي كروي العجب عطاوك العجب لا عطاوني عطاوني ديك الكاسيطة ودبرت على ولد ديال الميسو باش نبدا وبديت كنحفر فيه ولكن ماشي بلوطو ريفيرس ولكن اليميني داكشي كامل كلشي حيد كلشي عاوتاني ازيرو ميسو بوحدو ليك درت كاسيطة اللي لدرجة ما كانش عندي اوتو ريفيرس ديك الساعة ديما الرجالة فين ما نجي ندير ليه هذا وكانت واحد السيدة كانت معنا في الدار الله يرحمها ويوسع عليها ام مرقيه كنت كنقول لها عافاك كندور معاها نقول لها عافاك منين دوزي من حدا البيت ديالي اللي بانت كانت كاسيطة عاودي خدميها عاودي خدميها قلبيها وعاودي خدميها ودازت الايام وداك الطير روى حفظ بيان سور ما جاش كما هو انا عند بالي حيت تما هذيك هي الحلاوة اللي كيذوقها المولوع اول مرة راه بحال هذاك اللي اول مرة كيهود البحر هذيك الدندينة الاولى اللي كدندن عليه الحوتة هي اللي وقعت لي انا وليت كنسمع الكلام كنقولوا كلام اللي في الميكا اللي في الكاسيت كتسمعوه في الحي هذا بالنسبه لي يعني داشي واحد النجاح كبير انجاز كبير ولكن بدون ما نعرف بانه راه ما جابش كلام كامل ولا صح فهزيت هذاك الميسو وديته عند الاخوان عند حسن احمد بوسيفان والسي عبد الهادي جابر باش كنتصنتوا عليه هذا على اين بالنسبه لاول تجربه كانت مزيانه ديالها خرج كاراتشا كما نقولوا ولكن كانت عندك انت كما قلتي مفاجاه وكانت عندك انها اكتشاف تمام اكتشاف ديال واحد لا بداو كيقولوا لي ها شنو العيب لي فيه وشنو العيب لي فيه شنو العيب فيه بالنسبه لي انت عاود ثاني هما برزتو عاود يخدموه اذا هذه هي البدايه ديالك زعما كدات النقطه يعني الوقيده اللي شعلات عندك هي هذه تمام اذا بقيتي مع هاد الناس ولا جات مرحله اخرى ولا بديتي كتخدم راسك ولا دائما
عبد الهادي جابير دائما هذا هو النقطه ديالي برصت حيت كنت زعما عليه انا شويه بطبعي شويه وكان ديك الساعه في المسجد في المسجد معايا حسنين لا كان في واحد المسجد في حفر كارتي بيرجي اي كارتي بيرجي تما فين باقي انت زعيم عليه ولا زعما عليه كنقول ليه هذا برصت لي راسه واحد النهار يقول لي اجي انت راه كاينه واحد القهوه في المعارف قهوه الفرات فاش داير ليه راه تما كيتجمعوا الموالي ديال المنطقه كاملين غيتفك مني وقتها عبد الهادي راه ما عنديش مع القهوه انت كنتي عندك ما مولفش ريح في قهوه باقي انا باقي جا مولفش ريح في قهوه وانت مجي من السيال حتى لتما هذا ما جاتش واحد النهار وقال وكنحشم كاش تمجي انا مولوع الريح راه ما يمكنش ندير انا خاصني ولا بدا شي واحد صح غيعرفني بعبد الرحيم موكيل موكيل اها دونك ما جيتيش للقهوه لا ما نقدرش نمشي للقهوه بوحدي انا كنحشم ما نقدرش نمشي حيت المجتمع ديال الموالي بالنسبه لي واحد المجتمع غريب لان نسيت ما قلتلكش بلا في هذيك الوقيته بديت كنمشي للقريعه داك فاش كنمشي لمراكش زعمتي للقريعه كنبقى نشوف هادي دونك بديت كنفهم بان هذا مجتمع واحد اخر ديال الموالي ولا الموالي كيتجمعوا في قهاوي ولا ما نزعمش ما زعمتش نمشي بوحدي للقهوه شي ما كنحشم اياك هو يعرفني بعبد الرحيم في المسجد في المسجد حتى عبد الرحيم معرفه ديال المسجد عندنا كنصليو المغرب سلام سلام كيسلم على عبد الرحيم بالك عبد الرحيم من الحياه ما غاديش الطيور السيد بعقله دابا واش كاين السيد بعقله هذا واش عليناش لا سالينا الصلاه السلام خرجنا المسجد وقفنا مع عبد الرحيم السلام عليكم السلام عليكم كيهضر مع عبد الرحيم وكيدوي هادي هذا هاتف واش كاين ويقول لي عبد الرحيم ويقول لي السي عبد الرحيم سي مولاه راه تا هو راه مولو معنا وهادي وهذا هذا جايين ثلاثه بينا غادي تخرجوا للشارع الروداني جابر قال لنا بالسلامه خلاك ما بقيت مع عبد الرحيم من المغرب لا من العشاء من العشاء وحتى شي 12 ديال الليل هذا الباب ديال الدار ديالو فاش كدوي في الاولى قلنا لك سي تحفظ ما دير هو كيدوي وانا كنسمع ليه ويلي كتستغرب واش هاد الحياه هادا لا كتقول هادشي كاع كاين في هاد الدومين هذا كيفاش وانا ما كاينش راه كيفاش هادشي يعني ما شبعتش من داك الحديث ديالو المده حتى 12 ديال حتى هو كيعطيه اكثر في السي عبد الرحيم عاد خلي الولي عام شامع يسكتش ليك او كلامه سبحان الله موزون وهذا فهذاك هو اللي هو يقول لي قال لي انت الا بغيتي تولع وهذا راه كيكونوا الدراري وهذا جي ريح معنا وهذه وهذا تما بدات الغد اللي مشيتي ولا امتى؟ ما عرفتش ما عرفتش المهم اول مره غادي نمشي مشيت مع عبد الرحيم يعني طاقتي عبد الرحيم هو الاول مشيت مع دائما ما زعمتيش بوحدك لا ما مشيتش بوحدك مشيت مع عبد الرحيم وغادي انا وياه في الطريق واش كيقول لك دماغك انا غادي بغيت نعرف انت جاي دابا مع عبد الرحيم وجاي عند الموالي تعرف بانه هذيك الوقيته كان واحد الطقوس في الولاعه اللي حسيت بها ديك الساعه انك كاين ديما داك الكراب ديال المعلميه وانت ما كتعرفش وانت مادام انك ما كتعرفش راه خصك تريح وتثبت داكور يعني وحشمان انا غادي وحشمان حيت دابا جي على اساس انني مولوع ملي كيمشي شي قهوه راه مولوع وخايف لا شي واحد يسولني على شي حاجه ونقول ليه ما عارفش لان يعني وصلتي غادي في الطريق واحد الجمله قال لي عبد الرحيم قال لي انت شوف هاد الولاعه كتمشي للقهوه مثلا مشيتي كتمشي للقهوه كل سيمانه ولا كل نهار قال لي كل نهار خذ نقطه خذ كلمه احفظها مشيتي 200 مره في العام ديك القهوه راه غتحفظ 200 كلمه هذه بقات لي في بال انا كنت يعني داكشي اللي قال لي فبديت كنمشي وكنتصنت كنشوف مشيت اول مره مشيت دخلتي قهوه الفوار شكون اللي لقيتي ما عقلتي لا عقل شكون نقول لي المعلمه ديالنا تما السي رشيد بن عاشور كان رشيد بن اللوغو اللوغو رشيد بن عاشور كان والغريب في الامر ان في هذيك الوقيته كانوا كيجيو بزاف الاخوان ديال الحي الحسني للفرات وخاصه يوم الاحد مشيت نهار الاحد مشيو عامر
ماشي شو السيمان زاوية وصف. كان كالا كالا يذكروا بخير ومحمد كان كان شكون عدنان واحد الدري عدنان حتى هو والدرب غلف حتى هو كان المهم كان الناس اللي جواد وقيلة لا كنهضر لا جواد ما كانش ذاك النهار أنطوان لا أنطوان لا أنطوان ما ما ما, ما جلس معنا في الفرح حتى 2006 داكو أمين جنان لا أمين لا حتى هذا ما كانش دخل إذا هنا من دخلتي هذه المعمعة هذه الفكرة اللي تغيرت مواد من شتي واحد الناس كي حيت غتسمعهم كيدويو وليت هادشي يقول هادشي راه ولا هادشي ولا معقول هادشي الناس بعقلهم السي من عاشور اللي باقي كالا عاشور كالا عبد الرحيم والاخوان الاخرين هذاك الاخ اللي دوزتي في في حميد مولوعي حميد مولوعي حتى هو كان كان عبد الغاني عبد الغاني عبد الغاني كان المهدي كباطاس لا ما عرفتش الوقيته المهم انت فهاد هادو هما اللي باقيين عاقلين وقتاش دخلت السلسله الاولى فاش دخلت هذيك السلسله الاولى كيدويو كيدويو في الاولى في الاولى اش كاين كيقولوا كان شي طير بعدا كان الطير محطوط اها واش كانوا كيقولوا ما كيدوي والطير كيدوي انت ما يحكي باقي كنعقل واحد الجمله اللي كان اللي كان قالها السي رشيد بن عاشور الله يحيي كنحييه على على هذا البرنامج ديالك واحد لابيل تضرب ويدير بحال هكا في السي عبد الرحيم السي عبد الرحيم بدا كيشوف فيه ودار بحال هكا وبداو يضحكوا وقلت هادو علاش داروا بحال يعني ربما هذاك الطير عنده شي تاريخ ولا شي كود بيناتهم ولا انه سامعينه في شي طير واحد اخر ولا هذا بدا يشوف هذا وبديت كنفهم ان لي ميكانيزم ديال الحوار ديال لان الجلسه مع الموالي راه عندها طقوس خاصه ماشي ساهل باش ديشيفري هذوك الشفرات ديال ديك الجلسه غير الا ما كنتيش فاهم بزاف ديال الامور هذا هما دونك الطير كان كيغني الطير كان كيغني مقنينا ميستو ما عرفتيش كنظن ميستو ميستو سمعتيه انت سمعته جاك بشكل ديك الساعه بديت كنعرف داز المرحله ديال الكاسطه الاولى عطاتك واحد لو شومان بديت كنعرف بانه هذا الكلام اللي كيقولها الطير كله ما فيهش سبته هذاك سبته ما عقلتيش لا ماشي سبته مالاكا كان مالاكا داكور دونك هنا بدات التجربه ديال المواد الجديده تجي كتمشي وتجي كل حد من بعد كل جمعه تماما الحد الحد امتى مواد المرحله اللي الوقت اللي خدات لك يعني في عمرك من اول جلسه لك معاهم المواد تعلم شويه ولا معاهم هو نقول لك الوقيته اللي غادي كيفاش ماشي غنبدا ماشي غنتعلم وكيف اللي غنبدا نقلب على الشريط لان تبين لي بان الشريط اللي كنخدم به راه ما شريط ما هو وبدات بدينا كنجلسوا حنا مجموعه اخرى كنجلسوا في قهوه الجامعات اللي في شارع طريق جديده حتى الدار عندي حدا الباطيمه شكون هذه المجموعه الثانيه احمد بوسيفان نعم جواد جمال بويعقوب جمال بويعقوب حنا علاش غير هو ويوسف صراغوس اللي كان كيجي من الصبليون كان كيجلس معاه وتما عرفنا بانه كاين واحد الشريط لان كنهضر الاخوان بالنسبه للاخوان اللي كنعرفوهم لان ما نساوش اخويا علي راه باقي واحد المرحله غادي ندوزها انني غنتعرف على الهوات اخرين ديال احياء اخرى مثل حي محمدي وعين الشق ثم لعبوا واحد الدور كبير في قولوا في هذا الرصيد ديالي فتما بدينا كنقلبوا على الشريط احسن شريط اللي يمكننا نخدموا به بحكم ان جواد الله يرحمه كان هذه في التسعينات هادشي كنقول لك في 98 97 97 ديك الساعه انا وليت كنفهم شناهي عندك واحد النيفو ولكن كنقلب على الكلام باش نخدم به واللي فرض علينا ريتم مالاغا هو اننا جينا في حي المهاري فانا لان تفتح لي افاق اني نكتشف ريتم اخر اللي هو ريتم 6 حتى هو كانوا عندي فيه ناس اللي اثروني بواحد الناحيه وتحيه اليوم ما عرفتش واش غتجبد معايا هذه المرحله ولكن لا مزيانه لا دوز فهذيك الوقيته جواد عرفنا من خلال لونطوراج ديال المعارف انه كاين واحد المولوع عندنا في المعارف كيتسمى اونطوان ما يمكنش شي واحد من الموالي ديال المعارف ما يكون سامع باونطوان
نسمعنا اونطوان شي حاجه ما غاديش يمكن لينا نوصلوها ماشي بهذ العباره ماشي بهذ العباره يعني ما انك تزعم زعما عليه توصلوها تمشيو تدقوا عليه البوابه الوحيده اللي كانت عندنا مع اونطوان ومن الاصدقاء ديالو المقربين اللي كانوا جوج اللي هو السي عبد الرحيم او عبد الرحيم جواد جواد بحكم انه كان كيشتغل فكنا حنا بوسيفان مراد فيلالي جمال كنا كنجلسوا جميعا وكنحاولوا كيفاش غنحصلوا على على على, على, على الكلام الصحيح بالنسبه لنا الناس ديال ملاقه الكلام الصحيح هو اللي يجيب الصبر ومن ثم اول حاجه اننا يوسف ساراغوس علاش ذكرتو لان يوسف ساراغوس هو اللي هو اللي حصلنا على طريقه على على الفوليوم 2 كنقولوا فوليوم 2 الاخوان هذا واحد الشريط اللي مشهور عندنا في الريتم ديال الكوبيا ملاقه ولا الكوبيا الاسبانيه دونك ساراغوس هو اللي يوسف ساراغوس هو اللي جابو حيت ديك الوقيته نكونوا واقعيين الاخوان هادشي ما غادي يتقلقوا منه ولكن كان واحد الحصار على التغريد فهمتي لا 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 معروف 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 القضيه وكانت يعني عاديه عاديه الساعه عاديه لان حيت كلشي اصلا بفلوس فباش نحصلوا هذاك الفوليوم ما تمكناش باش نحصلوا على طريق عبد الرحيم وانطوان فبقى لنا الباب ديال ساراغوسا ديال هو يوسف تما حصلنا عليه كنا كنجلسوا في واحد القهوه محايده حصلنا على ذاك الكلام باقي نعقل انا وبوسيفان ومراد وجمال بو يعقوب حصلنا عليه بواحد الطريقه يعني خفيه خصش حتى واحد ما عارف بان هذا وبدينا تما بدات الخدمه ديالي انا في الريتم ديال المارك جمال بو يعقوب حتى هو لعب واحد الدور كبير في المسار ديالي لانه الوحيد اللي يقدر في هذيك الوقيته يعطيني بعض لي ديفينيسيون ديال لي زابيل لان جمال بو يعقوب مولا واخا كيبان انسان متحفظ ولكن موسوعه كبيره في الممارسه والتعامل مع الطيور لان اخويا علي نقول واحد القضيه انا في المسار ديالي في الهوايه ما يمكنش ليا نقول لك انا تعلمت مع عند فلان ولا هذا هو الشيخ ديالي انا مفهوم عمرو كان عندي انا بالنسبه لي اي واحد كيدوي في المقنين كنتعلم منه تقول شي حاجه نذكر لك انا شي اسماء دابا تقول لي غريبه انت تعلمتي منه ولكن ملي نقول لك شنو قال لي هذاك كنقلب انا على دوك لي ديكليك اللي كيما سميتيهم انت لي موكلي حيت تقدر موكلي تقدر تصور في القريعه واحد ديز مع مخدم كاع كطق ولو حاله هذا ولكن الا كان انت فيك القريحه ديال البحث كتمشي معاه جمال حل لي هذا الباب ديال التسميه ديال لي زابي انا ما هذيك الساعه ما عطيتش اهم هذه كاسكابيل عارفه هذه بيبليوس عارفه ولكن كيفاش تبدا تسمي تما راك ربما عشتي معايا انت انه من تما وليت عارف بانني سمعت واحد لابيل ولا واحد اغروده قال الطائر ممكن نقلدها بلساني انا ونعطيها تسميه صح مثلا نعطيك مثال هذيك لابيل ديال التشورليطا التشورليطا كيفاش تسمات بلينك بلينك كلشي دابا كيقولها بلينك كيف فين تسمات وشكون اللي سما فوات انا ومنير الطائر تحط كيضرب بلي ديك هذا درنا الطاف طاف مولاي كان عفريت وكنحييه من هذا خطير في التسميه ديال هذا في البلاصه بلينك بلينك انا وياه في البلاصه مشات فتما هذه راه معطى جديد لان غيعاونني انا في البحث ديالي ليومنا هذا على الوقوف على مخارج الحروف على لي فوايل على لي كونسول فهو بحد ذاته هذا هو مجال صح باش نعطيك فكره انه اي واحد خصك تاخذ منه وإلا كنتي تا كتبحث ولا لا يحل لك الباب ديال دونك هاد المرحلة هادي هي اللي غتخليك دوز للمدارس الأخرى عين الشق حي المحمدي دابا شوية منين دينا حيت كتعرف المولوع كيدوز مراحل أنا دائما واحد المفهوم كنت كنقولو أنه هناك مرحلة المراهقة في الأولى كنا جايين في الجهد اللي كتكون جاي في الجهد تصدر منك بعض الامور وبعض الممارسات ربما ما كيقبلوهاش الناس الكبار في الاولى الشيوخ كما نقول وهذه المساله هذه ما كتحس بها حتى كتكبر في لاج عاد كتعرف بانك انت كنتي واحد المرحله بين قوسين كنتي شويه ضاصر وهذا الشيء مشروع لانك هذا الشيء قلتي مشروع لانك انت في هذيك المرحله ديال الجهد واخا خويا مراد عندي واحد
واحد عندي واحد سميتها في الفيديو في الميسيون ديالي ليميسيون ديالي لونتراكت عقلتي على لونتراكت عندي واحد الاسئله من بعض الاخوان قول لي واش انا غنقول هو اللي غيقول غادي تجاوب على الموضوع الاول ونكملوا حديثنا ونكملوا مرحبا صافي سؤالي في هاد الحصة هي ما هي التطلعات ديالكم فيما يخص هواية تغليد الحسون وعجينه كان كوبيا أو إداني من خلال هاد الأحداث والظرفيات اللي عشناها مؤخرا ابتداء من 2019 انقسامات على مستوى الجامعة 2020-2021 الكوفيد ما كاينش مباريات ما كاينش أنشطة حاليا 2021-2022 قانون 29/05 اللي عاود رجع للواجهة مع هاجس المنع وهاجس يعني يقدروا يحيدوا لك الطيور ديالك يعني كيفاش كتشوف هاد الولعة في المستقبل اخويا بالنسبه لهذا سؤال كبير بزاف لان ماشي بس لان انا بغيت نكون ايجابي ولكن الظروف لا تساعد على الايجابيه في هذا الملف هذا فنتمنى انه هذا التحرك ولا هذا الحراك اللي وقع في هذا الشهر رمضان في الملف انه يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه لان ضاع الوقت كثير وتبين لينا من خلال الحلقات اللي درناهم مع الاخ عبد المجيد ربوح ولا السي مصطفى البوشتي في اطار هذاك الحوارات ديال رمضان ان المشكل كان مشكل بسيط اللي خلانا اننا نضيعوا واحد 10 ولا 12 عام في هذا الميل فنتمنى وانا للاسف الجواب ديالي سوف يكون غير متمنيات باش ما نزيدش نكون سلبي ولا نبين واحد الواقع مظلم ديال هذا الملف ونتمنوا انه هذه المرحله هذه والتحرك لا يقوم به الكيانات انه يعطي واحد النتيجه اما الامور فلا تبشر بالخير اخويا ميموني اخويا علي لا تبشر واخا اخويا مراد جاوتي على اخويا مراد ميموني اذا كنا توقفنا انك بدي المسيره ديالك تبدا في مدارس اخرى كما سميتيها حتى ولا كنتي في واحد سل المراهقه الولاعي دونك ولا دماغك كيخصني نشوف مدارس اخرين ان انا عاوتاني نرجع معاك بانني دائما واحد لنشبني كنبقى شاب ف في الحي المعارف فكان معروف عليه انه الموالي ديالو ما كيديعوش بزاف بصح بصح حنا محافظين على داك هذا كنبقاو في الحي ديالنا كنزاولو ترونكيل جونتي يعني ما عندناش يعني واحد الوحيد اللي كان اللي حل لي الباب حتى هو على لا هذا هو جمال بويا كنمشي معاه كنجلس معاه نجلسوا مع الاخوان ديال عين الشوق نجلسوا مع مواليع من احياء اخرى وخاصه عين تما نتعرف على الاخوان ديال عين الشوق كان اختلاف كان اختلاف كان بين المعارف اختلاف على كل يعني على كل خط اولا ان الريتم اللي كنخدموا به في المعارف غير محبوب في عين الشوق الا بعض المواليع اللي كانوا يعني عقلانيين بحال اللي عارف اللي ماشي كيحترموا هذا الريتم ولكن كانوا عاطينو حتى هو واحد بحال مثلا يوسف الجيوي بحال عبد الرحيم الدباني بحال عديد من الاخوان بزاف يعني هادو ما كانوش يعني راديكاليين شنو هو التأثير ديك المدرسه عليك انت اين مدرسه عين الشوق نقولوا ماشي مدرسه يعني نقولوا الريتم ديال السكته الريتم يعني انا على سميتها مدرسه كحيكه تما اكتشفت بان هناك يعني ريتم اخر ما عنده حتى علاقه مع ما نزاول في المعارف من ريتم مالاغا وخاصه انه الريتم في مالاغا في المعارف في هذيك الوقت كان حتى النوعيه ديال التسجيلات ما كتساعدناش اننا نخرجوا طيور اللي عندها واحد الفخامه في التغريد كانت كتربح بجميع المباريات جميع المباريات ديك الساعه في التسعينات كلها كانت كطائر ديال الريتم مالاغا اللي كيفوز لانه كان عنده نقاط بزاف هذا الريتم ديال السبته في هذاك الوقت الطاو ديالو كانت كتفرج الاداء والاغرودات يعني خدمتيها خدمتها شحال خدمتها شحال من عام خدمت السبته
خدمتها يعني بمسائل متعددة. علاش خدمتيها؟ شنو اللي خلاك تخدم؟ اكتشاف داكوغ. شنو الاكتشاف اللي اكتشفتيه؟ ان في السبته كاين انا دابا اي اغروده من مثلا انا سبتاوي وانت مراكي الى شديت اغروده مثلا من البوح ونسبتها الريتم مالاكا كتولي عندها جنسيه مالاكي سبقوا لهما يا مشات وضفوها في السبته كتولي عندها جنسيه سبتاوي داكوغ. انا وليت قلت علاش لي ما نخدمش واحد الريتم اللي كيجمع ما بين الشراسه والاغريسيفيتي ديال الملاقة وما بين الجماليه والابداع والرنه ديال السبته. تما بدا عندي بحث اخر. تما غادي نتعرف على يوسف الجيوي على عبد الرحيم الدبالي على بوعزه. بوعزه كنحيي لان هو كان عنده دور كبير حيت حتى في الريتم السبتاوي كان هناك انزلاقات على حسن بوده الله يخلي لي صحيحته. دونك انا وليتي كتهضر لي في مدرسه اخرى حي محمدي. وي السي حي محمدي. السي حي محمدي ديك الساعه حنا خدامين الفوليوم مع الاخوان في ديورنا ولكن بديت كنبحث مسائل اخرى. مشيتي للحي محمدي. حي محمدي عند بوده كنزورو في البيت ديالو ولا الا باقي كيتذكر اول مره غادي نمشي عنده البيت ديالو لقيت عنده موتو الله يخليه يعطي صحيحته حتى هو كنحييه. وكتجيب واحد جوج طيور معايا كنقول في 2001 2002 جوج طيور مقانن حافظين على الفوليوم 2 واحد شوك واحد ديك الساعه 2001 حفظتهم انا ورموتو وسميتو بوذا حسن بوذا راه مشاهدين راه باقيين حيين وكنحييهم لانهم من الناس اللي كانوا متعصبين للريتم السبتاوي ولكن مولي كيناقش معاك الطائر ديالك خلال الريتم ديالك فناقشوا معايا الطيور ديالي بواحد الطريقه هذا يعني بالولاع تما لكن اللي غادي اوريونطيني هو بوز بوز غايقول لي هذا الطريق الصحيح من السبته من هذا الطريق الغلط وهذا وبوعزة الله يخلي لي صحيحته مرجعيه كبيره في تاريخ الاغرودات السبتاويه تعطي اي اغروده يقول لك وقتاش دخلات وفين هذا وشكون الطير اللي قاله وشكون هذا اسمح لي قلتي وقتاش دخلات وقتاش دخلات يعني الكازا من على بغا ولا هاي من حيت بالنسبه لي من السبته السبته من جاكوان من 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 الشمال من الشمال اوكي دابا ثلاثه ديال المدارس درتي عليهم الرجوع ديالك كيبقى ديما الاصل اللي هو المعارف تمام اللحظه فاش جينا حنا 2005 2004 لقيت المعارف في الاوج ديالها هي ديما كانت الاوج غير بالنسبه لي انا ولقيتك حتى في الاوج ديالك اذا هنا عشت واحد المرحله معاك اللي عرفتها دونك تما كانت المعرفة بأنطوان وكانت المعرفة بباتريك كان تغيير آخر ياك يعني هاد التغيير هذا اللي ملي وصلت هذيك الوقيته حيت داكشي ديال المعارف كانت بحال قلتي واحد كان شمل مجموع وكانت طاقات جديدة بدات كتخدم وصراحة ما حنا واحد المجموعة مارسنا واحد الضغط على الموالي الكبار يعني بحال قلتي جينا باقيين صغار باقيين جون ولينا نحفظوا ولينا نشاركوا في المباريات ولينا كنربحوا في المباريات ولينا كنفهموا شويه في لي زابيل وداكشي تكون واحد الرواج في المعارف وهذاك هو اللي جعلنا اننا في هذيك هي فاش التحقتوا بينا نتوما انت ومحمد ومحمد ولغايه هذيك الوقت كان الاحتكار ديال الكلام باقي كاين بدليل انك كنتي جيتي انت كيفاش تعرفنا عليك انت هادي ما تبقاش عارفين الاخوان لا تلاقيتي مع عبد اللطيف ديال القريعه وطلبني سيدي وطلب ليك ديك الساعه كان باش تيليشارجي من الانترنت حتى واحد ما كانش في يوتيوب كان ايميل وكان ما كانش جوجل يلا بدا جوجل ديك الساعه كان داك ما عرفتي داك التافيستا ماسم التافيستا وكوبرنيك هادو هما المتصفحين اللي كانوا نيتسكيب
ايوه صراحه انا كنت من الناس اللي ديجا دخلوا للميدان ديال 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 الانترنت. كنت كنتيليشارجي الكلام من ايميل سيديات سيديات انه حتى الفوليوم دو اكتشفت انه كاين في ايميل موجود موجودين عليه روينه والناس شراوه بالفلوس. فجاء عبد الطيف في العشيه مريحين حنا في الفرات جاء عبد الطيف هذا سبيل الضحك غادي نقول لك بغيتي يعني الصراحه. جا السي عبد الطيف للقهوه الفرات حنا جالسين انا وبن عاشور والاخوان. عبد الطيف جا قال لنا واش ما واحد السيد ما جاش جاب لا كنتي جيتي انت وخليتي دوك السيديات جيتي عندنا قال لك ابن عاشور بلي انا كي واحد دريغليد دريغليد وهذا هذا راه طلبني على شي كلام قال لك من عشر راه ملي خدام من عشر انا كنديرو في حالو كلام. وكنا وكنتي مشيتي انا مشيت مابقيتش رجعت على 3 ايام ربيع ما بقيتش رجعت هي تما باش درنا واحد المقلب لعبد الطيف منين جا قلنا ليه لا ما جاب حتى شي واحد حتى شي حاجه عاد عطيه عطا من عشر الكلام ديالو. فتما تما بدا كيضيع الكلام عندنا في اي بلاص عادية بلاص عادية مع الإشارة أنه حتى هذه القضية أن صراحة ماشي غادي نفتخر عليكم ولا أنه لو فوليوم دو كنت كنعطيه للعباد اللي كيطلب ليا كلام كنعطيه لو فوليوم وكاين الإخوان اللي غيشاهدوا الحلقة بلا ما نسميهم راه غادي يتبتوا هذه القضية. إذن هذيك الوقيتة بدا كل شيء الكلام بدا كيوجد الموالع بداو كيكثروا تما فين تكونات فكرة إنشاء جمعية ديال الجمعيات المعارف. إذا هادشي ديال الجمعيات وشي ما غنهضروش عليه لا معروف لا معروف ولكن أنا المرحلة اللي غنهضر لك عليها دابا هو لو فواياج ديالك لإسبان. أنك درتي واحد لو فواياج ياك؟ بزاف ماشي واحد لا أنا بديتي ملي كنقول واحد لو فواياج يعني مجموعة ديال لي فواياج لإسبان جا من مورا تكوين الجمعية ومن مورا من مورا انه بانت عندي طيور اللي ممكن انها تنافس والفضل كيرجع اول هو انطوان الحاجه اللي دار اللي كتحسب ليه وكنحييه كيبقى استاذ استفدت منه واحد الاستفادات يعني لا وانه سهل عليا الطريقه ديال الانخراط في الجمعيه ديال السبته انا باش غنمشيو للسبته غنخرطوا في الجمعيه وهاد المساله ما بقاتش مبقاتش الان يعني الا ما عندكش لا ريزيدونس ولا عندك شهاده السكنه في السبته ما كاينش كتنخرط بجمعيه سبتاويه فهو سهل لي هذه المساله انني نخرط في جمعيه اجنبيه اللي هي جمعيه ديال السبته ديال الاولى تما باش مشيت معاه للسبته دوزنا تقريبا تما الجمعه والسبت والحد وريحنا مع الموالي ديال السبته مع طونيو مع رافائيل مع اخوان مع ولد الاخوان مع بزاف الموالي ريحنا معهم ونخرطت معهم في اطار انني غنبدا نشارك معهم في المباراه. وشاركتي كنظن شاركتي ثلاثه ولا اربعه المرات وفزت بالشامبيونه ديال السبته في الصيف الميستو. ولكن واش فزتي بها على نفسي بها سافو دير فزتي بها مع الطيو ديالهم ماشي سيليكسيونو لك الطيو ديالكم نتوما بوحدهم غير كشرف. انا كنت كسوسيو كتسمى سوسيو يعني كل خارج حيت نقول لك من بعد صيفط لك حيت واحد القضيه علاش جاي لهنا واحد الوقت قريت في لاباج ديالك حطيتي واحد لاكوب اللي فزتي بها واحد انا جايك هضره على هذيك لاكوب لا باش نكمل لك ان هذاك لاكوب كتبتي بان هلك بلا ربح الطائي ديالك كمشارك ماشي كانهم غيعطوه ليا عقلتي انهم كاينين دي غيمور دازو هذاك انها غير شريتي ولا ما عطاوه ليا حيت الله يدينا حنا الموالي المساله فين دونك هذا شاركتي هذا شاركت بلا كارت حتى كانت عندي سميتها رخصه الحيازه والامساك باسم الجمعيه ديال السبته بمعنى كان بامكاني نصيد المقلين في السبته ما كاينش ليه وهذا كترجع الفضل لانطوان هو اللي سهل لي هذا المسار غير كانت صعيبه انك ديرها بوحدك فشاركت ثلاثة ولا أربعة المرات هذيك ملي كتفوز بالمرتبة الأولى كتخول لك أنك تشارك مباشرة في الشامبيونة ديال ليسبان شاركتي بيان سور لأنه هو كان فاز في المقنين واحد طوية ميستو مقزب لا كان محيح هو في المقنين ولا في الميستو وشاركنا مشينا شاركنا في إسبانيا بدات دي كونيسونس تما بيان سور تما عاوتاني حاجة أخرى حاجة أخرى نعم.
مراد مع الندوات. نعم. مراد مع الندوات. كيفاش جاتو الفكره؟ كيفاش زعم؟ كيفاش؟ وهي اول ندوه اللي زعمت فيها هي كانت في اطار جمعيه المعارف العقلتي. ربما كانت اول ندوه ديال التحكيم في المغرب. الا ما خانتنيش الذاكره. كنا في انواع لا؟ انواع. اول ندوه للتحكيم وباقي التسجيل ديالها. اول ندوه ماشي تحكيم، اول ندوه لتفسير. تفسير الولاعة قانونيا. تمام. كانت هي اول كان حدا كونطوان نيت كال سونطوان. كنا علاش؟ لان كنا في هذيك الندوه درنا بث ديال واحد شريط وثائقي اسباني. وكان خاصنا شي واحد اللي ماشي خاصنا شي واحد، اونطوان هو احسن واحد يلعب هذا الدور. فكانت الندوه حضروا فيها المواليه، راه باقي عندي الصور ديال ديك الندوه جميل، كانت شمل مجموع. حضروا فيها الاخوان كاملين المواليه الكبار ديال 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 التغريد. اي اسم كاين اللي باقي معنا كاين اللي مات الله يرحمه. اي اسم عنده شان في هذه الهوايه كان حاضر فيها. وكان هذا كنت فرحت بزاف لان لقيت واحد النجاح. وباقي كنعقل واحد الجمله قلتها في التقديم ديالي لهذه الندوه، انه لماذا نعتبر التحكيم يعني موضوع طابو؟ ديك الساعه كلشي كيخاف يدوي في التحكيم. هذه نهضروا في التحكيم ونشرحوا المقاطع وهذا، يعني كانت واحد النجاح ديال ديك الندوه. من تما بدات دونك في هذه اللحظه هذه داو الاخوان جمعيات اخرى كيعيطوا لي في هذه اللحظه هذه مراد، ولا كيهضر بالولاعه بطريقه اخرى. يعني انا مشينا في مسائل اكاديميه، ملي كتعاشر مع اونطوان، تعاشر مع الصبليون، تعاشر مع الناس ديال السبته، وليتي كونتاكت مباشره مع ديك الساعه كان دخلت كونتاكت مباشر. كنقول لك راه في 2005 2006 ديك الساعه انايا مباشره كندوي مع بيبي جران. هذا بصح، يعني حتى هو لعب واحد الدور كبير. دونك تبدلت لك المفهوم، بديت كنشوف بانه المستوى ديالنا هنا في المغرب باقي شويه، يعني باقي ماشي واحد المستوى اللي هو يقدر يعاوننا. علاش؟ لانه حنا ما كنديروش بحال هذوك الناس. فحاولت بالمستطاع ديالي وبالمساعده ديالكم، لان انتم لعبتوا واحد الدور كبير، ما نكرش لان لعبتوا دور كبير، لان يد وحده ما كتصفقش. بيان سور. لان حاولنا جميع في اطار جمعيه المعارف. مشينا مزيان كلها، كل واحد كان عنده اختصاص ديالو. كان نموذج وموديل للجمعيات اخرين انهم حتى هما يخدموا. عندي سؤال اخر اون تاكت. مرحبا. اخ مراد، عندي واحد السؤال الله يخليك. هو سؤال يقدر يبان انه سؤال فلسفي اكثر ما هو واقعي. بحسب التجربه هذه تقريبا واحد النيف فوق واحد 18 سنه ديال الحفاظه ديال الكوبيه، وديما كيتبادر للذهن ديالي السؤال ديال لماذا تلقين الحسون او تلقين الهجين بينما الكوبيه صعيب من ناحيه عدد الطيور المنتجه كل سنه بالمقارنة مع عدد الطيور التي تم اعتناؤها وطعيمها إلى آخره. دونك هذا السؤال سي مراد، نتمنى نلقى عليه شي جواب. واش طريقة التعامل ديالنا ولا طريقة ديال الحفاظ ديالنا عاملة عامة كنوصلو للجي ديالنا، ولا كاين شي مشكل ما أنا ما عرفتوش بصراحة. نتمنى من الله نلقى هاد السؤال عندك واحد إجابة. شكرا. السؤال اللي غنطرح أنايا هو هذيك الطيور اللي غير مؤهله اللي كنعتبروها ما داخلاش بالعدد ديال الطيور مزيان، شنو هو المقاييس اللي حكمنا بها؟ وربما العيب ربما فينا حنا اننا شويه متشددين من ناحيه العيب، متشددين من ناحيه الفراغ، هو اللي كيجعل انه دائما كيبان لنا العدد قليل. وكاين اعتبارات اخرى اللي بلا ما ندخلوا فيها، لان كاين عندها علاقه بالطريقه ديال التعامل ديال الملوح مع الطيور، بزاف ديال الامور. يعني سؤال فلسفي كما قال. انت بالضبط التعامل ديالك مع الطيور بعجاله، التعامل ديالك مع الطيور، طريقتك في الحفاظه كيفاش كتحط بطريقه يعني عجاله، طق طق طق. الطير كناخذو كنديرو في قفص صغير كنحطو كندير ليه كاخون وكل شيء. لا مكاينش كاخون. مكاينش كاخون. الطائر في فوندا ديالو ديال العود قفص ديالو، يبقى عريان واحد المده ديال لا ميموريزاسيون، واحد شهرين ولا شهرين ونص. كاين طائر الاستاذ، كاين الشريط دائما
كنحرص على ان المسافه ما بين يعني المصدر ديال الصوت تكون مدروسه. شهرين ثلاث شهور الطير كنقولوا كيطيب شويه كيبدا هذا كنغطيه يعني كنغطيه بوش. المهم القاعده المألوفه مألوفه. كنتي قلتي لنا واحد القضيه وبغيت نسولك عليها، هو كنتي كتقول لا الا بغيت تحفظ الطير تحط في الارض المتلقي. هذه القضيه هذه علمها لي اونطوان حتى انا كنت كنشوفو كيديرها. اونطوان دخلتي للمنزل عنده فجميع الطيور اللي كيحفظ بها كلها محطوطه في الارض. صح. علاش؟ لان هو هذه القضيه كنا طرقنا لها عقلتي في واحد الندوه. والطائر عندك طائر ميستو تبارك الله طائر استاذ كي هذا والصوت ديالو ما شاء الله، وانت عندك قريع صغير حصون صغير بغيتي تحفظوا عليه. فدائما كاين واحد المساله عند الطيور طبيعيه انه الطائر دائما اللي كيجي من الفوق كيمارس على هذاك الطائر واحد الاستاذيه ولا واحد كيبلوكيه. ولكن الطائر اللي كيجي لتحت دائما الطائر اللي فوق منه واخا يكون اقل درجه منه فهو كيدير تحت ليه. فانت ملي كتحطو لتحت اخويا علي الطائر واخا يكون صايل ولا هذا ملي كيحس بانه طائر اخر فوق منه فهو كيهبط الريتم ديالو وكيبدا يعطيه تغريد. صح صح. اللي بالقياس بحال قلتي كتهرس عليه كتهرس ليه هذاك الجهد ديالو وكيكون التلقين احسن. بالنسبه انا نرجع معك على الموضوع ديال المياه ديال الحيازه وسميتو، ولكن انا ما غاديش نقول لك شنو هو لا سوليسيون. نقول لك انت راني نحطوك انت سولو داكشي اللي سمعت الفيديوهات اللي درتي مع السي مصطفى بوتشي وبوح سي مزيد بوح، انت غادي انت رئيس ديال هذيك اللجنه ياك. عندك تختار خمسه ديال الناس يخدموا معك في المكتب ديالك باش تحلوا هذا المشكل. غنعطيك انا هاد الخمسه ديال الناس، غنعطيك واحد المجموعه ديال الناس وتعطيني منهم خمسه. جو سير ديال ديك ما ناكلو عصا. لا ما تاكل عصا لا والو. غادي نبدا هاد الناس، كاين جواحي عبد الله، كاين مراد الميموني، كاين محمد الغيماوي، كاين سي الزهويلي، كاين سي زين الدين، كاين مراد القصر، كاين مجيد ربوح، كاين مصطفى بوتشي، وكاين محمد إغشت. انا بغيت خمسه من هاد التسعود. من هاد التسعود اللي غادي تشوفهم غيصلحوا لك يخدموا معاك. شوف واخا نشوفوا بعدا هما واش انا نصلح لهم نخدم معاهم. حنا دابا لا، حنا دابا انت اللي تعطيك، انت دابا وليتي رئيس المجموعه هادي. نعاود عقلت عليهم. ما عقلت عليهم. يلا قول لي هاد الخمسه. ناخذوا خمسه. اه وناخذوا مصطفى البوشتي. اها وناخذوا الريماوي. ناخذ عبد الحق الزهويلي. مراد ميموني. شكون اللي بقى؟ واحد بقى جواحي عبد الله، بقى محمد، بقى مجيد ربوح. مجيد ربوح جمعية الطبخ اللي في كرئيس هذا شرف وفخر، لان الاخوان هما اللي جاوا. انا من ديك انا هجرت العمل الجمعوي يعني من الناس اللي فيما كندوز شي ولايه ديالي اللي كتسالي الولايه ديالي ما عمري نعاود نجدد انا الولايه ديالي. كان يدوز واحد اخر. هذه المساله راك عشتها معايا في المعارف وعاشوها معايا الاخوه حتى في اتحاد المواطنين المغربي. اتحاد ثلاث سنين دوزت فيه حيدت انا، راه داز السي عبد السلام المنصوري اللي كنحييه من المعارف، كذلك حيدت انا داز محمد دوز. فكادير المعارف درب غلف يعني كان هذا شرف لي انهم هما اقترحوا عليا نكون رائد، وشرف لي انني نمثل واحد الحي اللي هو عريق في الهوايه درب غلف. درب غلف دائما ملي كنقولوا المعارف راه هو درب غلف، راه نفس المقاطعه مقاطعه المعارف. فجميع الاخوان اللي عاشرت انا في الولاعه معظم ديال واحد 90% كلهم من درب غلف.
تحيه عاليه للاخوان ديال درب غلف، وانا انا فخور انني انتمي الى نادي درب غلف، تحيه لجميع الهواة. تبارك الله عليهم. شوفوا السؤال الثالث ديالك ديال الكونتاكت. سؤالي كالتالي، كنا عرفنا بانك بديتي واحد التجربه ديال تفريغ الحصون في المنزل، وبغينا نعرفوا صراحه كي دازت يعني التجربه، وشنو الاستنتاجات اللي خرجتي منها، وشنو تنصح الممالئ في هذا الصدد. والله يجزيكم بخير، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا علي، بالنسبه لهذيك التجربه هي كانت تجربه نسبيا ناجحه. خدمت وتم يعني اوفر جميع الظروف، كنت واقيلا درت شي فيديوهات شي تصاور كنت لحتهم في الفيسبوك، سميتو بيضات ليا الكوب الاول بيض ليا فرغ، ولكن ما عاشوش. فكانت محاوله اخرى، ولكن ظروف العمل ديالي شي كيبغي الوقت، كيبغي الوقت، كيبغي المقابله بزاف. فلي ظروف العمل ديالي صراحه انا ما قدرتش نمشي في هذا الشيء ديال التفريغ لاسباب ديال المهنيه، ما كانش عندي الوقت بزاف، وبان لي بانني غنبدا نخربق صح، وخصو واحد الاهتمام خاص. فلذلك كنظن بانه يعني هذاك هو، هذا هو المستقبل ديال الهوايه، لان القضيه ديال التفريغ بين قوسين خويا علي راه من بين لي كونديسيون اللي دايرينهم الاسبان باش يعطيوهم يعني لا بوسيبيتي انهم يزيدوا في حيازاتهم. يعني خص تكون واحد لا بوبولاسيون، واحد الكم ديال المقنين مزداده داخل القفص واحد الدوله، كيديروا الاحصاء ديالهم باش الدراسه العلميه هي اللي كتزكي هذيك لا راس، واش ممكن انها تتوالد في القفص ولا لا. سؤال تقدر ناخذ هو الاخر، علاش مراد حتى كتشق ليه باي باي حتى كيبان عاوتاني في الصورة، علاش فيك هاد القضية بالضبط؟ وهاد كيتسألوا على المواليع كاملين، هادي معروفة على مراد خالد، تقول لهم ما باش فيك مراد مالو، واش ما شفتوش دابا يبان، هاديك هي قاعدته هو خويا عليه. هادي انا عرفت هادي سي عندك انت، ولكن لا علاش انا هكم كنشكرك اولا بعدا، واخا انا اللي حصلتك كنشكرك على هذا اللي سميتو، انا دخلت في الارشيف الحمد لله ديال الولايه المغربيه، بغض النظر على علي تي في ماروك، ولكن دخلت في الارشيف ديال الولايه المغربيه، لان غيجي واحد الجيل اللي حنا غنمشيو كاين غادي يعرفوا مراد. دابا تقدر تهضر لي على واحد، كاين اللي غتقول ليه هطول ما كيعرفوش، ها كاين اللي غتقول ليه دابا امين جنان تسول ولا تسول على السرباتي ولا هذا، يقدر ما يعرفوش، ولكن غيقول يوتيوب غيلقاه ولا ما يلقاهش. اذا هذا هو، وشوف الجميل في الامر جواد الله يرحمه، مشى جا عالي الشفشاوني ولكن ملي كتبغي تذاك شي اللي كتقول شوف دوزت معاه هدرت معاه طريفه تخاصمتها، هذا هو المهتم. ما ضامن عمر اخويا. اذا خويا شكرا، انا معك دابا ربما غدا ما نكونش الله، وحتى انا خويا مراد شكرا بزاف، شكرا بزاف، كنشكرك حتى خويا. نتمنى تكون هذه الحلقه تعجب عباد الله كاملين ولي فان ديال كما كنقولوا. بارك الله عليك ابو علي، تحيه للاخوان جميعا في هذا الشهر المبارك اللي مختلف معنا ولا اللي مخاصم معنا، الله يسمح لينا كاملين. كنطلب منو شي واحد الى فهمني بطريقه غير نعم، فكنطلب منه مسامحه، وتا انا مسامح جميع الحمد لله اخوان اي واحد فعرفوا بان مراد معرف صله رحم ما عمرو كيحقد على انسان الحمد لله. فهذه هي الرساله اللي عندي للمواليع كاملين. شكرا بخويا علي. خويا مراد بارك الله فيك، الله يعاونك، انتظر الحلقه ديالك ان شاء الله.